سبع دقائق 56 ثانية. تهانينا وناموس لمالك الزعفران سهيل بسيب مطر المزروعي. تهانينا وناموس للجميع. ثلاث دقائق التحية متجددة بكم مشاهدينا الأعزاء ومتابعينا الكرام. هكذا تسير انطلاقة جديدة من انطلاقات التحدي والإثارة وانطلاقات الخير والبركة من انطلاقات التمهيدية السادس الخاص للإذاعة. يسير شوطرة 12 والمخصص للجعدان الإذاعة المهجنات الأصايل. انطلاقة موفقة أتمناها لكل المشاركين. ابدا بالبدايه واتابع المقدمه والمركز الاول اللي ايضا يتقدم على البدايه الاولى. هذا هو تشويش لعبيد بن محمد بن علي المنصوري يحتل المقدمه والمركز الاول بينما الغدوم من الشامخ على المركز الثاني. محمد بن حمد بن حميدي التبي يحتل المركز الثاني. أما في المركز الثالث النادر لسعيد بن عمير بن عبيد بالكديدة الفلاسي يحتل المركز الثالث. أما في المركز الرابع يتقدم هذا هو شاهين سعيد بن سلية بن حربي العامري يحتل المركز الرابع. بينما في خامس المراكز يتقدم على خامس المراكز مثير لراشد بن ناصر بن سعيد المدهوشي يحتل المركز الخامس. بينما في سادس المراكز يتواجد ملفت لسالم بن سعيد بن مبارك الزرعي على المركز السادس. بينما في سابع المراكز يتقدم هذا هو جحجاح لعبيد بن عامر بن حميد بن عمهي المنصوري يحتل المركز السابع. بينما في ثامن المراكز يتقدم على المركز الثامن في هذه اللحظات وفي هذه الانطلاقه الفايز لماجد بن علي بن حميد البريس المري. بينما في المركز ايضا التاسع تاسع المراكز يتقدم في هذه الانطلاقه اللي هو في هذه الاندفاعه الجميله. في المركز التاسع يتقدم اللي هو الشامخ عزير بن محمد بن عزير الحميري. وعاشر المراكز ياتينا اللي هو مدلل خميس بسلطان بن خميس الوهيبي. هذه هي النتيجه للعشره المراكز الاولى مشاهدينا ومستمعينا الافاضل. دعنا لمسامعكم هذه الاسماء اللي مندفعه في هذا الشوط وفي هذا الانطلاق الجميل. نعود الى الصداره، نعود الى المركز الاول والى مقدمه هذا الشوط اللي سيطر مع البدايه الاولى. بدا يتسلل على المركز الاول. هذا هو تشويش لعبيد بن محمد بن علي المنصوري. بدا ينطلق ويتسلل على المركز الاول. بينما في ثاني المراكز يتواجد هذا هو الشامخ
لمحمد بن حمد بن حميدي الاكتبي على المركز الثاني. أما في المركز الثالث يتقدم لي هو أيضا شاهين سعيد بن سليم بن حربي العامري، اندفع على المركز الثالث. أما في رابع التحديات يتقدم على المركز الرابع في هذه اللحظات اللي معلن بهذا الانطلاق والوصول على المركز الرابع، هذا هو الفائز ماجد بن علي بن حمد البريسي المري، يحتل المركز الرابع. بينما في المركز الخامس يتقدم هذا الشامخ عزير بن محمد بن عزير الحميري، يحتل المركز الخامس في هذه الانطلاق. نعود إلى الصدارة بعد ما كملنا النداء الثاني لحضراتكم مشاهدينا ومتابعينا الكرام المنطلقين في هذا الشوط. نعود إلى الصدارة، بنعود إلى المركز الأول في هذه اللحظات. هنا تشويش اللي سيطر على مقدمة هذا الشوط على المركز الأول في هذه اللحظات، يتقدم تشويش على رأس حربة هذا الشوط لعبيد بن محمد بن علي المنصوري باحث عن الانتصار في انطلاقة هذا الشوط. بينما بن حربي يتقدم على ثاني المراكز مع الشامخ محمد بن حمد بن حميدي الاكتبي، يتقدم على ثاني المراكز. بينما في ثالث التحديات المركز الثالث الشامخ لمحمد بن حمد بن حميدي الاكتبي، والامور بدأت تزيد السرعة في هذه اللحظات. المركز الثالث يتقدم هنا الفايز ماجد بن علي بن حمد البريسي المري، غادي من المملكة العربية السعودية البريسية ليشارك في هذا الانطلاق. ولكن العودة إلى مقدمة الشوط، العودة إلى البداية. روح يا بن حربي، روح بن حربي، وانطلق مع انطلاقة اللي هو شاهين سعيد بن سليم بن حربي العامري. ولكن هنا يتحرك تشويش، بدأ يشوشون على تشويش. الله 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 الله، تشويش لعبيد بن محمد بن علي المنصور. المعركة الثنائية الله العامري والمنصوري، تشويش وشاهين. اللحظات النهائية، بن حربي على الصدارة، ولكن تشويش من الجانب الآخر يغير في اللحظات الأخيرة. الله، ولكن الدخول الجماعي ما بين شاهين وتشويش المنصوري والعامري. ولكن ننتظر من لجنة خط نهاية المركز أيضا الثالث اللي أتى فيه، هو شاهين محمد بن حمد بن علي الشامسي المركز الرابع. المركز الرابع اللي أتى فيه مشاهدين الكرام على المركز الرابع في هذه الانطلاقة. المركز الرابع عطنا اللي احتل المركز الرابع، وثم نرجع للتحكيم. المركز الرابع أصبح من نصيب شاهين محمد بن عبد الرحمن بن محمد الشلوي، والمركز الخامس فكان من نصيب الشامخ العزير بن محمد بن عزير الحميري. هكذا هي النتيجة مشاهدينا الأعزاء، ونعود بالتهنئة والناموس بعد المعلومة اللي وصلتنا من خط النهاية من اللجنة المنظمة. الفائز بناموس هذا الشوط تشويش لعبيد بن محمد بن علي المنصوري، فهنيا له على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني فكان من نصيب شاهين لسعيد بن سليم بن حربي العامري. التوقيت الزمني الذي تدون تحت اقدام تشويش 7:55 فتهانينا والناموس لمالك مشاهدينا الكرام. تهانينا والناموس لمالك تشويش عبيد بن محمد بن علي المنصوري، تهانينا والناموس